إنسان إلا أن البليدية فازوا لكن احتجاجات أخرى في هذا اللقاء. نتابع مكارم أيت عثمان. هي صور جميلة يصنعها جمهور اتحاد البوليد الذي يبقى واقفا وراء فريقه في رحلة البحث عن العودة إلى حاضرة الكبار، ووقفة تضامنية مع المريض عدلان وحضور جماهيري إذن كبير من أجل هذه المباراة المهمة بين اتحاد البوليد الرائد ووداد تلمسان الذي يبحث عن ضمان البقاء في موسم صعب وصعب جدا. هذه المعطيات جعلنا نحضر إلى مباراة صعبة جدا ومباراة مغلقة في البداية قبل أن يبدأ الفريق المحلي بفضل هذا الدعم الجماهيري الكبير والمدرب مواسى في خلق الفرص المتتالية، ولكن تألق الحارس التلمساني موجار أمام نوبلي والرفقاء. الشوط الأول كان هكذا إذن، والمرحلة الثانية بدأ اتحاد البوليدة من دون مقدمات، بدران يقدم كرة لمليك الذي يفتتح باب التسجيل بهذه الكيفية ويلهب مدرجات ملعب براكني. هدف أثار الكثير من الجدل والكثير من الاحتجاجات أيضا بحجة أن اللاعب مليكا كان في وضعية تسلل بعد أن وصلته هذه الكرة من زميله بدران. هكذا إذن سجل الهدف الوحيد في هذه المباراة. الاحتجاجات كانت هكذا إذن، والمباراة توقفت لأكثر من 5 دقائق بسبب رفض مسيري ولاعبي الوداد التلمساني لهذا الهدف. بعد الاحتجاجات تم استئناف اللاعب، ولكن شاهدوا جيدا هذه اللقطة. اللاعب عمرون عندما أراد أن يغادر أرضية الميدان ليترك مكانه قدم واقي الرجلين لزميله. هكذا إذن أصبحت وضعية الوداد التلمساني ماليا وكذلك فنيا فوق أرضية الميدان. عانوا الأمرين في موسم صعب جدا عكس اتحاد البوليد الذي أضاف هدف ثاني لم يحتسبه حكم المباراة بحجة وضعية التسلل. إذن الوداد حاول أن يعود ولكن لم يتمكن من ذلك لتنتهي المباراة على وقع احتجاجات لاعبي ومسيري وداد تلمسان فوق أرضية الميدان. أما فوق المدرجات فكانت الاحتفالات بالنسبة لاتحاد البوليدة وأنصارها الذين يتوجهون نحو العودة إلى حاضرة الكبار. وهو كذلك كريم أيت عثمان.